مرحبا متابعينا الكرام في فيديو جديد يخص درسا في مادة الرياضيات للمستوى الخامس ابتدائي. عنوان هذا الدرس قياس الزمن تحويلات جمع وطرح الأعداد الستينية mesure du temps conversion addition et soustraction des nombres sexagésimaux. وهذا الدرس هو الدرس السابع. الهدف التعلمي يجري المتعلم تحويلات على وحدات الزمن الاعتيادية وهي الثواني الدقائق الساعات والأيام ويوظف العلاقات بينها يجمع ويطرح مددا زمنية معبر عنها بالأيام والساعات والدقائق والثواني يحل وضعيات مسائل بتوظيف الجمع والطرح والتحويل على وحدات قياس الزمن. وهذا درس من كراسة المفيد في الرياضيات. نبدأ بالوضعية الديداكسيكية. نص الوضعية: قطع سائق شاحنة المسافة بين الدار بيضاء ووجدة في مرحلتين. المسافة بين البيضاء وفاس في 4 ساعات و25 دقيقة. المسافة بين فاس ووجدة في 3 ساعات و55 دقيقة. السؤال هو المطلوب: في أي ساعة انطلق من الدار بيضاء علما أنه وصل إلى وجدة على الساعة 9 ليلا؟ انقطع هذا السائق المسافة بين الدار البيضاء وجدة عبورا من مدينة فاس. استغرقت رحلته بين الدار البيضاء وفاس مدة 4 ساعات و25 دقيقة، وبين فاس ووجدة استغرق 3 ساعات و55 دقيقة، ووصل إلى مدينة وجدة في الساعة 9 ليلا. إذن 4 ساعات و25 دقيقة، 3 ساعات و55 دقيقة هي المدة الزمنية التي استغرقها للوصول لمدينة وجدة. المدة الزمنية اللازمة لقطع المسافة الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء ووجدة لتجمع 4 ساعات و25 دقيقة زائد 3 ساعات و55 دقيقة. سنقوم الآن بإنجاز العملية على شكل عمودي. لجمع عددين ستينيين نجمع الثواني ثم الدقائق ثم الساعات. إذا نجمع أولا الدقائق ثم نمر إلى الساعات. الرمز من سافودير مينوت، الرمز أش يعني ليزور. لا بد من الانتباه أن الوحدات المستعملة في قياس المدة الزمنية القصيرة الساعة والدقيقة والثانية تتبع النظام الستيني وليس النظام العشري، لذا سميت أعدادا ستينية نومبر سيكساجيزيمو. كما تعلمون الأرقام من 1 إلى 10 هي أعداد داخل النظام العشري، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 إلى غير ذلك، هي أعداد تنتمي إلى النظام العشري. لحساب مدة الزمنية نستعمل النظام الستيني، يعني أن 60 دقيقة تساوي ساعة واحدة و60 ثانية تساوي دقيقة واحدة. إذا كتذكير، ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة تساوي 3600 ثانية سكوند. une heure égale à 60 minutes égale à 3600 secondes. 60 ثانية تساوي دقيقة واحدة. 60 secondes égale à 1 minute. 24 heures égale 1 jour. 24 ساعة تساوي يوما واحدا. نقوم الآن بعملية الجمع. 25 دقيقة زائد 55 دقيقة تساوي 80. 4 ساعات زائد 3 ساعات تساوي 7 ساعات. من الضروري أيضا أن ننتبه إلى هذه الملاحظة. عندما نصل إلى عدد يفوق 60 دقيقة نحول الدقائق إلى ساعات. وصلنا الآن إلى 80 دقيقة، وثمانون دقيقة تساوي 60 دقيقة زائد 20 دقيقة، أي ساعة وعشرون دقيقة. تلك الساعة سنضيفها إلى الساعات ونحصل على 8 ساعات و30 دقيقة. علما أن 60 دقيقة تساوي ساعة، 80 دقيقة تساوي ساعة و20 دقيقة. إذن استغرق السائق 8 ساعات و20 دقيقة ليصل مدينة وجدة. الآن سنحدد ساعات الانطلاق من مدينة الدار البيضاء ونقوم بإنجاز عملية الطرح. 9 ناقص 8 ساعات و20 دقيقة. نقوم بعملية الوضع. كما تلاحظون لا يمكن طرح 0 دقيقة من 20 دقيقة، لهذا نأخذ ساعة واحدة من 21 ساعة ونحولها إلى الدقائق، وسنحصل فقط على 20 ساعة وتصبح لنا 60 دقيقة. ونكتب 20 ساعة و60 دقيقة ناقص 8 ساعات و20 دقيقة. الآن يمكن أن ننجز عملية الطرح. 60 ناقص 20
تساوي 40، 20 ناقص 8 تساوي 12. يعني كانت ساعة انطلاق المدينة البيضاء على الساعة 8 زوالا و40 دقيقة. نمر الآن إلى التطبيق وتمم إنجاز العمليات التالية: 9 ساعات و53 دقيقة و29 ثانية زائد 6 ساعات و6 دقائق و31 ثانية، 19 ساعة و47 دقيقة زائد 15 ساعة و25 دقيقة. سنقوم بعملية جمع الثواني زائد الثواني، الدقائق زائد الدقائق، الساعات زائد الساعات. 29 زائد 31 تساوي 60 ثانية، 53 زائد 6 دقائق تساوي 59، 9 زائد 6 تساوي 15. كما تلاحظون سنحول 60 ثانية إلى دقيقة واحدة، إذن سنضيف 60 ثانية التي تساوي دقيقة واحدة إلى 59، نحصل على 60 دقيقة، وكذلك وسنحصل على 60 دقيقة. عندما نصل إلى 60 دقيقة يجب أن نحولها إلى الساعات، 60 دقيقة تساوي ساعة واحدة، سنحصل الآن على 16 ساعة فقط، 0 دقيقة و0 ثانية. نمر إلى العملية التالية: 47 زائد 25 تساوي 72 دقيقة، 19 زائد 15 تساوي 34. كما تلاحظون في 72 يفوق العدد 60، يجب أن نحولها إلى الساعات، 72 تساوي 60 زائد 12، 60 دقيقة نحولها إلى ساعة، نحصل على 35 ساعة و12 دقيقة. إذن دائما يجب الانتباه عندما نصل إلى العدد 60 يجب أن نحول الدقائق إلى ساعات أو الثواني إلى دقائق. وكما تلاحظون كذلك 35 ساعة تساوي 24 ساعة زائد 11 ساعة، و 24 ساعة هي يوم واحد، والنتيجة هي يوم واحد و11 ساعة و12 دقيقة. كذلك عندما نصل إلى 24 ساعة نحولها إلى الأيام، فيوم واحد يساوي 24 ساعة. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Il est 19h25 minutes. Ali a encore besoin de 45 minutes pour prendre son dîner et 55 minutes de trajet pour se rendre à son spectacle qui commencera à 21h. Va-t-il arriver en avance ou en retard? Justifie ta réponse. Il est 19h25. Ali a besoin de 45 minutes pour prendre son dîner et 55 minutes pour se rendre à son spectacle qui commencera à 21h. On va faire la somme des deux durées, ça veut dire 55 minutes et 45 minutes. Ça fait 100 minutes, 60 minutes ça veut dire 1 heure, 1 heure plus 40 minutes. Lors de l'arrivée au spectacle, maintenant on va faire l'addition de 19h25 minutes plus 1h40. 25 plus 40, ça fait 65. 19h plus 1, ça fait 20. Je dois aussi convertir une minute en heure, puisque 65 supérieur à 60, donc 1h05. Et j'ajoute les 60 minutes aux heures. Au 20, ça fait 21h05. Donc Ahmed arrive en retard de 5 minutes. نمر إلى التمرين الثالث. انطلق الحاج المدني من مدينة الصويرة على الساعة 6:45 دقيقة، وصل إلى مدينة آسفي على الساعة 8:20 دقيقة. كما تلاحظون في الصور المطلوب هو حساب المدة الزمنية التي استغرقتها رحلته. إذن انطلق الحاج المدني من مدينة الصويرة على الساعة 6:45 دقيقة، وصل إلى مدينة آسفي على الساعة 8:20 دقيقة. المطلوب هو حساب المدة الزمنية التي استغرقتها الرحلة. نمر إلى حل المسألة. حساب المدة الزمنية التي استغرقتها رحلة الحاج المدني. سنقوم بعملية الطرح: 28 دقيقة ناقص 6:45 دقيقة. 20 ناقص 45 لا يمكن، نأخذ 60 دقيقة من الساعات وتصبح 7:08 دقيقة. الآن يمكن أن نطرح 80 ناقص 45 التي تساوي 35، و7 ناقص 6 ساعة. إذن فرحلة الحاج المدني استغرقت ساعة واحدة و35 دقيقة.
On passe à l'exercice numéro 4. Le père de Gilali a mis 3h45 pour se rendre de Tintin à la Yune. À quelle heure est-il arrivé s'il a quitté Tintin à 15h50? Le père Gilali voyage à la ville de la Yune. Il a quitté Tintin à 15h50. Son voyage durera 3h45. On doit chercher l'heure de l'arrivée à la ville de la Yune, sachant que le voyage durera 3h45. On passe maintenant à la solution. L'heure de l'arrivée du père Gilali à la ville de la Yune, on va faire la somme. 15h50 plus 3h45. On passe maintenant à l'opération. On fait l'application numérique. 50 plus 45, ça fait 95 minutes, 18 heures. Donc, on a 95 minutes est supérieur à 60. On va faire la conversion en heures. Une heure reste 35 minutes, ça fait 19 heures. 35 minutes. L'heure de l'arrivée du père Gilali à la ville de la Yune, c'est 19h35. Et la fursatil lahiqa bihawlillah.